في مادة سيرة أهل البيت عندما نريد أن نخوض في قضية تأريخ أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من الضروري أنه عندنا فتخارط الطريق ترشدنا للوصول إلى تأريخ هؤلاء الأئمة. ومن نقول خارطة الطريق بالعلم، هي المصادر الأساسية لدراسة تأريخ أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومنريد نقرأ تأريخ إسلامي، فلعل أول وأهم المصادر بل أهمها على الإطلاق هو القرآن الكريم. يجيني واحد يقول لي ليش القرآن الكريم؟ أنت إذا تحكي عن أئمة أهل البيت، أئمة أهل البيت خلي نقول مثلا الحد الإمام الباقر أو الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، عصر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أي عصر الرسالة، أي عصر نزول القرآن الكريم. زين، أهمية القرآن لباقي الأئمة شنو؟ إحنا إثبات الإمامة أساسا، إثبات أهمية الإمامة أساسا، لازم عندنا نصوص من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة حتى نثبت أولا وجود الإمام. وهذا واحد من المتطلبات الأساسية لدراستنا، وأعتقد أخذتوها بالعقائد بالسنوات الماضية. أنا وياي صحيح هذا الكلام لو لا، بالعقائد أخذت مفهوم الإمامة وكيف نثبت الإمامة من خلال القرآن، من خلال كتب السنة، أعتقد خدناه. فإذا هذه الأهمية الأولى للقرآن الكريم. الأهمية الثانية للقرآن الكريم أن القرآن الكريم لم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وذكرها. هذا المفهوم موجود في القرآن الكريم، أن القرآن الكريم لم يغادر صغيرة أو كبيرة إلا وذكرها. يجيني واحد الآن من ألمانيا يقول يابا أنت تقول أن القرآن الكريم لم يترك صغيرة وكبيرة وغادرها. أنا أقول لك ماكو شيء، كلنا درسنا أعتقد بالصف الأول المتوسط إذا تتذكرون تاريخ العراق القديم، الإنسان الأول اللي اسمه النيندرتال وشون اكتشفوه في كهوف شايندر بشمال العراق، والآن هذا موجود في المتحف العراقي الطبيعي. هذا شنو هذا؟ هذا قلم. أقدر أقول سيارة؟ ما أقدر. هذا الإنسان اللي اكتشف في شمال العراق في كهوف شاندرا واللي اسمه النيندرتال، لما أجي عليه أشوفه منحني القامة ومستقيم القامة، مقدمة الوجه مالته يعني بيها بروز أقرب إلى الحيوان منها إلى الإنسان، خلفية الرأس هذا التجويف اللي بيه المخيخ صغير كلش، في حين بالإنسان الطبيعي بقدر قبضة اليد. فكل هذه لما أجيب هاي المصدر أريد أطبقها على القرآن الكريم مالتك، الله سبحانه وتعالى عندكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مو هو هذا أحسن تقويم؟ هو هذا البشر اللي تقولون عليه هو البشر اللي خالق رب العالمين؟ هذا شو ما مذكور عندي بالقرآن الكريم. أنتوا عندكم الإنسان أحسن تقويم، آدم أحسن تقويم. هنا يجي دورنا ندور بالقرآن الكريم وين نلقي حتى نجيبه. أنا من أدرس فكر إسلامي صف ثالث وصلت، مو حتى أحاجج أو أقدر أجاوب ربعي اللي من ضمن بيئتي، لا. أنا أتمنى كل واحد من عندنا من يقعد في أي مجلس في أي موقع، سواء كان اللي قدامه مسلم مسيحي يهودي ملحد، يستطيع أن يقارع الحجة بالحجة لكي يلقي الدليل على الطرف المقابل كي يقنعه. عندنا فشي يسموه تفسير القرآن بالقرآن، هو هذا اللي يقول بأن القرآن لم يترك صغيرة وكبيرة إلا وذكرها. لما أجي إلى سورة البقرة مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، فخطاب جميل لطيف بين رب العزة مع الملائكة في شأن خلق آدم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة. شنو معنى خليفة؟ من استخلف غيره في محله، مو اللي صار خليفة يعني يجي بمكان واحد سبق
من استخلف غيره في محله. هذا شنو صفة اللي استخلفناه؟ كمل الحوار. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الآن الملائكة اللي في تكملة الآية في مكان آخر في سورة البقرة الذين يقولون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، مو هذا الحوار موجود بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة؟ هذول منين لهم العلم؟ أما أنهم عاشوا هذا الوضع أو أن الله سبحانه وتعالى علمه، وبالحالتين فإن هؤلاء الملائكة يصفون من جاء آدم لاستخلافه. شنو صفتهم؟ هذول فسدوا فسقوا فسفكوا الدماء، فقرر الله سبحانه وتعالى أن يتخلص من هذه المكون، هذا البشر اللي كان موجود أنذاك. لما نجي إلى تراث أئمتنا أهل البيت، يأتي أحدهم الإمام جعفر الصادق فيما أظن يقول يا مولاي هل هناك آدم قبل آدمنا هذا؟ شو يقول له؟ يقول له نعم هناك 1000 آدم وآدم. الآن قضية انحلت ببساطة، إن هذا النيندرتال قد يكون واحد من هذه الكائنات اللي كانت 1000 آدم وآدم قبل آدمنا إحنا. هذا منين قدرنا نوصل؟ من خلال القرآن، تفسير القرآن بالقرآن. إذن هذا فد مثال بسيط، وهناك عشرات الأمثلة تنطبق على مثل هذه الحالة لكي نثبت بأن القرآن الكريم لم يغادر صغيرة وكبيرة إلا وذكرها، إلا وأحصاها كما يقول الله سبحانه وتعالى. هاي النقطة الثانية من أهمية القرآن. النقطة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى تعهد لنا، تعهد لخلقه بأن يحفظ هذا القرآن من الدس والتزوير والتحريف. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن أنا لما يجيني كتاب صادق اللهجة ما بي دس ما بي تزوير ما بي تحريف ويشرح لي كل شيء، إذن يصير مصدر أساسي من مصادر لو ما يصير؟ إذن هاي الأهمية الثالثة للقرآن، تمام؟ فضلا عن أن الكتاب، هذا الكتاب اللي هو القرآن الكريم، لم يستطع أحد عبر التاريخ، وطبعا هذا الله سبحانه وتعالى بموجب نصوص ومنطوق قرآني كريم أثبت به من خلاله بأنه لم يستطع أحد عبر التاريخ أن يضع ولو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. طبعا تدرون أن لكل نبي معجزة، ومعجزتي النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، أنا دائما أقول اجتهاد رأيي قد يكون القرآن وعلي، لأن عليا هو القرآن الناطق، هاي وجهة نظري ما أعرف، لأنني كلما أجد كلما أقرأ القرآن أجد صورة علي في القرآن. فمعجزة الله سبحانه وتعالى القرآن وعلي. بالنسبة للقرآن لما يجي الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر يقول جيبونا قرآن مثل، وهو يعلم بأنهم سيعجزون، ثم يتنزل رب العزة إلى سورة من مثله، ثم يتنزل فيقول قل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بآية من مثله لعجزتا. إذن هذا الشيء المعجز إلى أهمية لو ما إلى أهمية؟ إذن هذه النقاط الأربعة هي التي فرضت علينا، فضلا عن أنه كتابنا السماوي المقدس الذي نؤمن به، هذه النقاط الأربعة فرضت علينا أن يكون أول وأهم المصادر الأساسية لدراسة تاريخ سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو القرآن الكريم. طيب، هذا القرآن الذي كان ينزل على صدر الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ويلتقي به العرب في المواسم لكي يهديهم من ضلال الجهالة إلى الهداية، كان العرب يتلقفون ما يقوله صلى الله عليه وسلم بصورة واضحة من دون أن يحتاجون إلى أن يجلس الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لكي يفسر لهم أسرار هذا القرآن الكريم. يعني العربي كان يفتهم هذا، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل معجزة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم القرآن لأن العرب كانوا معروفون بأنهم أهل بلاغة وبيان وبديع وفصاحة، كان يعلم الله سبحانه وتعالى ذلك، ولذلك تحدى الله سبحانه وتعالى العرب بما كانوا
يعلمون يعرفون. لكن بعد 14 قرن بالقرن 21 احنا اختلاط الامم، تعدد اللهجات، اختلاف القراءات. انتوا اخذتوا علم القراءات مو القراءات السبعه؟ اخذتوها لو ما اخذتوها؟ هذا ادى بالتالي الى ان يصبح فهم بعض الايات القرانيه والسور القرانيه عصيا على فهمنا، مما احتاجنا الى ان يكون لدينا مصدر مهم اخر من مصادر تاريخ سيره اهل البيت، هو كتب التفسير. إذن القرآن الكريم ثم كتب تفسير القرآن الكريم. وأعتقد أن أول كتاب كامل للتفسير وصلنا، أول كتاب، قد يكون قبله كتب أحد لكن ما وصلنا إحنا، أول كتاب كامل للتفسير وصلنا لا جامع البيان من تأويل آية القرآن لمحمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة. جامع البيان من تأويل آية القرآن لمحمد ابن جرير الطبري. ثم توالت التفاسير مثل ما قال زميلكم، مجمع البيان للطبرسي، تفسير القمي، ومرورا بتفاسير القرطبي وغيره حتى نصل إلى عصرنا الحالي. تفسير الميزان للسيد طباطبائي، تفسير مواهب الرحمن للسيد السبزواري، ومئات التفاسير إذا لم يكن أكثر من مئات التفاسير. أي مصدر تفسيري تذهب إليه أنت حر في أن تختار مصدر التفسير الذي ترجع إليه. المهم أنا عندي لكي أصل إلى سر الآيات القرآنية الكريمة كيف أستخدم كتب التفسير للوصول إلى حقيقة الـ 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 الآية القرآنية. ويلحق بكتب التفسير كتب أخرى تسمى بكتب أسباب النزول. أي أسباب النزول شنو؟ القرآن الكريم مقسوم إلى قسمين، القسم الأول آيات الأحكام مو شيخنا، والقسم الآخر هاي أغلبه قصص قرآني، القصص القرآني كما يسميه المختصون بعلوم القرآن، آيات الترغيب والترهيب، مختلف المباحث التي كان الله سبحانه وتعالى يريد أو الأغراض التي كان يريد أن يوصلها إلى عباده. أغلب هذه الآيات أو السور نزلت في مناسبات، يعني بسم الله الرحمن الرحيم آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لما ترجع إلى كتب أسباب النزول ستجد أن كلها قاطبة بدون استثناء، كلها نزلت في الخمسة، احنا نسميهم اصحاب الكساء، هم يقول البرد اليماني. كل اصحاب التفاسير واصحاب، بالمناسبة احنا الامامية كتب التفسير مالتنا بالضمن موجودة اسباب النزول، الا ان الاخرين من ابناء اخواننا في المذاهب الاخرى لا، افردوا لروايات اسباب النزول كتبا خاصه، مثل الواحد النيسابوري، مثل جلال الدين السيوطي، هذول لا، حطوا كتب خاصه اسموها باسباب النزول. تصدق الامام امير المؤمنين بالخاتم نزلت به، المباهله، قضايا تاريخيه احتاجه الله سبحانه وتعالى ان يوثقها حتى لا تضيع، حتى لا تضيع، اراد ان يوثقها لكي تبقى عبره لنا، أراد أن يوثقها فأنزل هذه الآيات في مناسبات خاص، وقعة خيبر الخندق أو ما يسمى بالمصادر التاريخية الأحزاب. يجي الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعد مشورة الصحابي سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه بحفر الخندق، يعمل الرسول مع المسلمين في حفر الخندق، أثناء الحفر يضرب صخرة يشع منها نور يملأ أرجاء المدينة، يكبر الرسول، لما كبرت يا رسول الله؟ بشرهم بأنهم سيستولون على قصور كسرى. الضربة الثانية بشرهم بأنهم سيملكون قصور قيصر الرومان. خلص الخندق، رجعوا إلى أماكنهم، إجا جيش المشركين، فإذا المسلمون محاصرون من كل جانب، يعبر واحد بس عمرو بن ودي العامري يستطيع أن يعبر الخندق، وإذا هذول المسلمين اللي يدعون بأنهم ذاك الارتباط الإلهي بالرسول والله سبحانه وتعالى، ما يتجرأ واحد من عندهم أن يخرج إلى عمرو بن ودي العامري، لأن يعرفون من هو،
حتى أن الرجل يقول ولقد بححت من النداء في جمعهم. هل من مبارز؟ يعني صوت بح من قد ما قلت، هل من مبارز؟ شوف الله سبحانه وتعالى ايش نزل في هذا الموضوع، يصور حال المسلمين بآية جميلة جدا، كلش حلوة. حتى إذا بلغت القلوب الحناجر، شوفوا الإنسان لما يخترع خرعة مفاجئة شي يحس عبالك قلبه يطلع يصير وين؟ يم لسانه. شوف الله سبحانه وتعالى استخدم هاي هذا المثل، شون استخدام جميل للآية القرآنية. حتى إذا بلغت القلوب الحناجر وظننتم بالله ظنونا، لأن دول المنافقين الذين في قلوبهم مرض قالوا شاوين محمد قبل شوية بشرنا بقصور كسرى وقصور قيصر، الآن هذا واحد راح يذبحنا ويخلص علينا. وظننتم بالله ظنونا، يعني شوفوا تو خاف عبالكم ما تدرون. شوفوا هذا النص وضح لنا سبب نزوله لكي يفضح المنافقين في جيش الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكي يبين الحال الذي وصل إليه المسلمون في هذه الواقعة. فإذا كتب أسباب النزول لها أهمية أيضا، وخصوصا أن الكثير من الآيات القرآنية الكريمة نزلت في حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، ولذلك سنستخدم هذه المصادر لتكون لنا معينا أثناء دراستنا لسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المصدر الآخر هو سيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسيرة كما تعلمون تنقسم إلى ثلاث أقسام: قول الرسول، فعل الرسول، وإقرار الرسول أو تقرير الرسول. قول الرسول هو واضح، ما تحدث به الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من أحاديث أجوا الصحابة سطروها سجلوها ووصلت إلينا، سواء بتواتر، وعدكم أنواع الحديث يمكن صف الأول أخذتوا علوم الحديث مو؟ عمل الرسول، عمل الرسول شيئا فرآه الصحابة فأصبح جزءا من سنته وسيرته صلوات الله وسلامه عليه. إقرار الرسول أن الرسول وجد عملا صالحا فأقره فأصبح جزءا من سنته، أو وجد عملا سيئا فنهى عنه فأصبح أيضا جزءا من سنته. إلا أن المشكل في السيرة النبوية الشريفة كبير جدا، ويجب علينا أن نتحفظ جدا من أي شيء يدخل في السيرة النبوية قبل أن نتأكد من صحته. يذهب أحد الباحثين، كلنا نعرف عمر الرسول إيش قد؟ 63 سنة عمره الشريف، 63 عاما. يريد يقرب لنا الحالة المأساوية التي لحقت بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بأن عمر الرسول 63 سنة. إجا أخذ علميا كم يستطيع الإنسان أن يتحدث بالدقيقة، يضربه في 60 تصير ساعة، في 24 تصير يوم، في 30 تصير شهر، في 12 تصير سنة، يطلع رقم محدد. هذا الرقم ضربه في 63، يقول لو أن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم منذ يوم ولادته حتى استشهاده، لأن عندي يقين بأن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم استشهد، ليس منا إلا مقتول بسيف أو بسم. من يوم مولده حتى استشهاده، لو أن الرسول لم يعمل شيئا، لم يأكل، لم يشرب، لم ينم، لم يغزو، لم يمارس أي شيء إلا الحديث، يعني إلا يحكي، فإنه لم اجتمع لدينا هذا الكم الهائل من الأحاديث التي وضعت على لسان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نشوف إيش قد أكو كذب على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومهمتنا الآن إحنا نجي هذا الكم الهائل نستخلص من عنده شنو؟ نستخلص من عنده الحديث اللي قد يكون صحيحا، ما ندري. أكو أحاديث اتفقت عليها كل المذاهب الإسلامية، وخصوصا فيما يتعلق بالعبادات، مع أنه أكو اختلافات، هم أكو اختلافات، إلا أن القضية هنا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لحقت بسيرته المآسي منذ اليوم الأول لولادته حتى استشهاده. راح أجيب لكم مثال بسيط حتى أختم المحاضرة.
ولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أرسل وين؟ وين دزه؟ للبادية. ليش؟ يتعلم الفصاحة وفنون القتال. لا إله إلا الله. الرسول الكريم الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم علمه شديد القوى، الله هو اللي علمه، يحتاج إلى أنه يروح لذول البدو الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم بالجهلة في 7 مواضع؟ الله سبحانه وتعالى يذكر العرب بالجاهلية قبل الإسلام، 7 مواضع. يروح يدزون محمد إلى البادية حتى يتعلم الفصاحة، هذا غير نبي، أنا هيك نبي ما أعترف به. بعد شعدة راح للبادية، شعدة راح للبادية ودوا إلى من؟ لا ودوا إلى مرضعة. من هي المرضعة؟ مو هذا اللي نقرأ إحنا بكتبنا؟ الرسول الكريم يودوه حتى يرضع من حليمة السعدية. ارجع إلى قصة موسى عليه السلام. موسى شي يسووا له؟ يحطوه بالتابوت والذبه بالنهر. أمه تبكي، شو يقول له؟ إنا رادوه إليك. شو يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم؟ وروحوا للتوراة تلقوا نفس الكلام. ترى لتتصورون إن التوراة تختلف. وحرمنا عليه المراضع، لعد يحرم المراضع على موسى عليه السلام حتى لا يختلط دمه بأنجاز الجاهلية، لكن لمحمد يودوه حتى ليش حليمة السعدية كانت مسلمة لو مشركة؟ على حال العرب الجاهلية يا أخي. يحرم المراضع على نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، ولا تحرم المراضع على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا شلون كلام؟ مو نقول احنا في الدعاء اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره، لعد هاي وين تخليها؟ لو هاي كذب. انا عندي هذا الحديث متواتر عن الامام جعفر الصادق، وجعفر الصادق عندما يقول عن ابائه عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. تمام لو لا؟ بعدين يجيبوا لي اكو اخت للرسول اسمها شيماء، هاي كانت تدق وتغني وترقص وكأن الرسول. هذا كله في سبيل أن يرفع العصمة عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العصمة الفطرية التكوينية التي يحاول البعض الآن كثيرا أن يرفعها عن الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. بعدين شوفوا الإساءة إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا الرسول الكريم شو يقول ما أوذي نبي قط مثل ما أوذيت. ترى الأذى مو شرط إلا أنا أضربه أو أقتله، لا، الأذى قد يكون بالإساءة مثل هاي الإساءات أكبر للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. الآن في قضية المرضعة، هم يقولون العرب كان عندهم عادة هاي القضية. أتحدى أي واحد يقول لي في الكتاب الفلاني أن فلانا ذهب وأرضعته فلانا إلا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لعد هاي إذا عادة كانت لكان اشتهر عند العرب ان فلان رضعت فلانه وفلان رضعت فلانه. مو لعد ليش بس الرسول ترضعه واسمها معروف، وبعدين يوصل عمر الرسول الى 2 وهو في مرابع حليمة السعدية يطلع يلعب بالصحراء، وما اعرف شلون يصير الطفل عمره 2 ويطلع ويا اترابه كما تقول الرواية يلعب بالصحراء، فاذا ملكان ينزلان من السماء. طبعاً يجون ملائكة 2، وطبعاً يصور لك يوم بجناحات. إحنا رأساً يتخيل إن جبرائيل يجي بجناحات وراسه كبير وهو جسمه كبير، فتخترع الجهال تشرد تروح تختل خلف حائط، وما أعرف هاي الصحراء الحائط وين كان بيها، لأن الصحراء هي معروفة العايشين بالصحراء عندهم الخيم هاي المفتوحة من الأعلى، وما عندهم غير العاقور والشوك، أكو غيرها؟ في خلف أي حائط اختبأ هؤلاء الأطفال لا أدري. وينزلون هذول الملائكة 2 وبيد كل واحد معهم طشت، بس طشتهم كان بلاستيك فافون ما أدري زين، وهذا الطشت مملوء طست يقولون مملوء بالثلج، فيطرحون الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرضا يشقون عن صدره، وهي تسمى بالمصادر التاريخية بحادثة شق الصدر.
يشقون صدره وبعدين يفتحون قلبه ويطلعون نقطة سوداء من قلب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هاي النقطة مكمن الحقد في قلب الرسول. بعدين يغسلون قلبه بالثلج ويرجعون يخيطون، ما أدري بعد خيط ستلي خيط ما أعرف، ويخيطون قلبه ويخيطون صدره ويقومون، ويبقى الرسول هيش صافن ما يدري طبعا اخترع. وتقرر حليمة السعدية أن ترجع الطفل إلى أهله لأنه تخاف هذا قد مسه مس من الجنون. مثل هاي الروايات في كتبنا التاريخية، إحنا أسئنا إلى رسولنا، إحنا أسئنا إلى أمتنا، بعد ليش نعتب على سليمان رشدي ولا اللي رسموا رسوم مسيئة إلى الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنما أخذ هؤلاء مما كتبنا نحن، فأسئنا إلى رسولنا. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة سنتتبع الدس والتزوير والوضع الذي لحق السيرة النبوية المشرفة، ونكمل إن شاء الله مصادرنا لدراسة السيرة النبوية. حد هنا أكو سؤال؟ بس هم يقولون حلت البركة، هم يقولون حلت البركة عليها عندما رضعت الرسول الكريم. لازم هسه بعد ما بعد يردون إخوان، هاي الأشياء قد ما يقبلها البعض من عندكم إذا تسمحي لي، قد ما يقبلها البعض من عندكم لأنه أصبحت من المسلمات في اللاوعي عندنا الآن. أنا إش قد ما أريد أحكي فإنني لا أستطيع أن أحل محل فيلم الرسالة الذي ثبت في عقول ونفوس الجيل مالتنا هذا على أقل تقدير. هي هاي مشكلتنا إحنا، لكن نتمنى أنه كل واحد من عندنا باعتبار أن إحنا طلبة وصلنا إلى المرحلة الثالثة جينا ندرس فكر إسلامي، أن نقرأ ما بين السطور. هو هذا شغلنا، مو نعيد كتابة التاريخ، لا، لأن إعادة كتابة التاريخ نصير مثل ما سوى صدام حسين هيئة إعادة كتابة التاريخ وزور التاريخ، لا، إعادة فهم التاريخ، إعادة فهم النصوص التاريخية، نناقش ونحاكم التاريخ لكي نصل إلى الحقيقة التاريخية حتى ننسي إلى رموزنا ويضحكون الناس علينا من برا. شكرا. قولي بابا.